بمشيئة الله. نبي نشوف أنا وياك اليوم مش تقدر عليه. إن شاء الله. طيب خلينا نشوف المقطع التعريفي عن وش اللقب اللي حاب تحطك قبل اسمك؟ الأستاذ، المتسابق، الممثل، الشاعر، المنشد، الجميل، اللطيف، الظريف، وش اللقب؟ يا ريت كلها. كلها تبغاها؟ نعم. يقولون في الأمثال اللي يبيها كلها بيضيعها كلها. لا ما يضيعها. اللي ما يقدر يضيعها. يعني تقدر تصير شاعر؟ أقدر أصير شاعر، منشد، ملحن. أقدر أصير ملحن؟ تقدر تصير ملحن؟ ملحن وملحن. وأقدر أصير عمر. ممكن تلحم الكلام ببعضه. ممكن. جميل. خلنا نشوف المقطع التعريفي عن وش اللقب اخترت؟ بتاع كله في أيام الأول. نقول ألف مبروك وسمعونا تحية للمتسابق ريان البلوي. الله عليك. ألف مبروك لريان البلوي. تابعونا واتركوا الباقي علينا، واقعيتنا على الواقع جميل. عجبك؟